مرحبا، بتعرفوا شو هي أقدم مكتبة بسوريا وببلاد الشام؟ وين موجودة هالمكتبة؟ خلوني أخبركن. وانتو ماشيين بقلب الشام القديمة قريب من الجامع الأموي وبآخر سوق البريد المتفرع من سوق الحميدية، بتلاقوا مكتبة اسمها المكتبة الظاهرية. تعتبر هاي المكتبة أقدم مكتبة عامة ببلاد الشام مو بس بسوريا، ولساتها لهلأ بتحتوي مخطوطات قيمة وأمهات كتب المعارف الإنسانية. بناء المكتبة بيرجع لأكثر من 1000 سنة، وكان من أفخم وأشهر دور دمشق، ونعرف بدار العقيقي نسبة لصاحبه الشريف أحمد بن الحسن العقيقي يلي كان من سادة دمشق وأشرافها. وقت دخلوا الأيوبيين لدمشق سكنت دار نجم الدين أيوب والد صلاح الدين الأيوبي. وقت دخل صلاح الدين لدمشق سكن بنفس الدار. وبعد زوال الدولة الأيوبية انتقلت الدار للأمير فارس الدين أقطاي، واشتراها الملك السعيد من ورثة أقطاي وبنى فيها الأبة مشان يدفن أبوه الملك الظاهر يلي كان بيحلم ببناء هالمكتبة، بس مات مسموم قبل ما يبلش فيها، مشان هيك تسمت المكتبة الظاهرية. وأمر الملك السعيد بأنها تكون مدرسة بيقصدوها الطلاب من كل مكان، وبينعاد تأهيلها وبنائها لتكون المدرسة الأضخم والأكبر بالعالم الإسلامي. واكتمل بنائها سنة 677 هجري أو 1257 ميلادي، وبنفس السنة وصلت أرملة الظاهر بيبرس ومعها جثمان ابنها السعيد ودفنته جنب أبوه. وفعلاً صارت المدرسة الظاهرية أهم مراكز العلم بهداك العصر، ودرسوا فيها أهم علماء الدين مثل الأذرعي، سمرقندي، والواسطي، وابن شهيد وغيرهم. وتعرضت دمشق بعد هالتاريخ لنكبات كبيرة، كان أسوأها الزحف المغولي يلي خرب المكتبات والمساجد والقصور والحدائق وحرق خزائن الكتب بكل شي فيها من حضارة وتراث. وانعرفت هاي النكبة بنكبة تيمورلنك سنة 1383 ميلادي، وبعد ما خلصت المحنة انجمعت الكتب والمجلدات يلي بقيت بالمكتبات وانحطت بالمكتبة الظاهرية واستمر التدريس فيها. وخلال فترة الحكم العثماني بلشت المدرسة مرحلة جديدة من تاريخها، وتحولت لمدرسة ابتدائية حملت اسم مدرسة الملك الظاهر، وإجا قرار تحويلها من مدرسة لمكتبة عامة سنة 1295 هجرية أو 1877 ميلادية، وتسمت بالمكتبة العمومية وتم جمع أهم الكتب والمخطوطات فيها، وكان عددها 2453 كتاب ومخطوط. واليوم المكتبة لساتها عم بتقوم بدورها وبتضم حوالي 72 ألف كتاب و85 ألف مجلة بمختلف الفروع والأصول و13 ألف مخطوط قديم ونادر، وأقدم المخطوطات كتاب مسائل الإمام أحمد بن خليل المنسوخ سنة 260 هجرية. وهيك منكون تعرفنا على أقدم مكتبة بسوريا وببلاد الشام بنبذة مختصرة. وإذا قريتوا أكثر عن المكتبة الظاهرية راح تلاقوا كتير محطات مثيرة للاهتمام. إذا وصلتوا لها لا تنسوا تشاركونا إياها.